مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، صباح الخير. نحن معكم مباشرة من أمام الدائرة التربوية في طرابلس، نتابع وإياكم هذا الاعتصام الذي ينفذه لجنة التنسيق لأساتذة المرحلة الثانوية للمطالبة بحقوقهم. يعني طبعا يعني لاحظنا بالفترة الأخيرة يعني اعتصامات عدة ينفذها الأساتذة، وتحديدا يعني أساتذة التعليم الثانوي، ولكن على ما يبدو بأن هذا التحرك هو الأكبر في طرابلس حتى هذا اليوم يمكننا القول. بعد قليل ستبدأ الكلمات الرسمية للأساتذة، وطبعا يعني تحية صباحية تربوية، تحية الانتفاضة الحرة، تحية الصلابة والصمود، نحييكم بها أيها المشاركون اليوم من اعتصام الكرامة في اعتصام إعلاء الحق على الباطل، ندعو بالنشيد الوطني اللبناني. بعد 4 أشهر ونيف على إضراب الأساتذة، أطلع علينا وزير التربية في الإعلان ليحدد مواعيد الامتحانات الرسمية في تموز المقبل، دون الأخذ بعين الاعتبار ولا الرأفة إلى تلاميذ المدرسة الرسمية الذين لم يستكملوا من المنهاج إلا القليل القليل. وكأن تقييم الطالب هو الأساس في العملية التربوية قبل تحصيله العلمي وإتمام الكفايات المطلوبة. كيف يكون التقييم أيها الوزير بدون تعليم؟ نحن أساتذة التعليم الرسمي كنا ولا زلنا أشد الناس حرصا على إجراء الامتحانات الرسمية وعلى التعليم الرسمي، ولأننا نحن أم الصبي. ولكن هذا التعليم متألم، لأن أهم أعمدته يتعرض لأسوأ عمليات الظلم والتهميش. ولهذه السلطة نقول إن النهوض في التعليم الرسمي وإنقاذه يبدأ وينتهي عند إنصاف المعلمين والأساتذة الذين هم حجر الأساس في العملية التعلمية. ولهذه الوزارة الصماء التي أغلقت آذانها أمام مطالب الأساتذة وأوجاعهم نقول كلما ازددتم تعنتا ازددنا صمودا، كلما ازددتم تهديدا ازددنا اصرارا، كلما ازددتم تلويحا بالعقوبات ازددنا ثباتا، لاننا اصحاب حق وصاحب الحق سلطان. ومن هنا فاننا جميعا نوجه تحيه اجلال واكبار الى جميع المدراء الشرفاء الاحرار الذين وقفوا ولا زالوا يقفون الى جانب الاساتذه في المطالبه بحقوقهم. نرحب بهم ونخص بالذكر الاستاذه تريز شاهين مديره ثانويه عمرنا حاس، الاستاذه هبه عبس مديره ثانويه الحدادي منال، وجميع المدراء الأحرار الأحرار. لقد أثبتتم جميعا أن الإدارة قيادة، والأستاذ بشير خوري
الغائب الحاضر معنا اليوم. لقد أثبتتم جميعا أن الإدارة قيادة قبل أن تكون تنظيما وتوجيها، ولا سبيل للقيادة إلا بمن يتمتع بشجاعة الموقف وحرية القرار. والآن مع كلمة من القلب لمديرة سنوية أندري نحاس الأستاذة تريز شاهين. تفضل يا شيخ. حصة طويل وحصة هويل حتى الاستاذ حق اصيل حتى الاستاذ حق اصيل التعليم الرسمي على التدمير يا وزير ليت الاستاذ قاري البير يا وزير مرضانين وجيعانين، لا دواء ولا طعام، طلاب ومعلمين مقهورين ومكسورين يا وزير أهي انتفاضة؟ أهو استنكار؟ لا تلك ولا ذاك، إنه احتضار للتعليم الرسمي والقطاع العام، إنه احتضار لأولئك الموظفين المقهورين والمظلومين ذوي الدخل المحدود في زمن الارتفاع الجنوني للدولار والانهيار الليرة اللبنانية، والذين باتوا يعانون من الموت البطيء، وللأسف ها هم أصبحوا في الرمق الأخير. إنه رفض صارخ لكم الأفواه وقطع الأرزاق، إنه رفض قاطع لعيشة الذل والقهر والفقر، إنه رفض ساطع لتهميش الحقيقة وقلب النتائج. جمعيتنا العمومية رفضت العودة إلى التعليم منذ بداية العام الدراسي بنسبة 85%، فإذا برابطة التعليم الثانوي تدعونا إلى العودة إليه بنتيجة نسبتها 85% على وعود ووعود ووعود. نحن ما إذا بدنا نسمع التكريم، نحن أبناء دولة تخلت عنا وتركتنا في مهب الريح، نعاني من العوز والقلق والخوف على المصير، وهي لا تزال تتجنب رفع الأجور والرواتب التي خسرت ما يناهز 95% من قيمتها الشرائية، بل تحاول استمالتنا وإعادتنا إلى العمل من خلال زيادات مالية ومحفزات وبدل إنتاجية تشكل مساعدات مرحلية ومؤقتة لا تتناسب مع حجم حاجاتنا الحياتية والوظيفية. إنه رفض لتجاهل الدولة المستمر والمستغرب بحقوقنا، إنه رفض لتبرير الدولة بعجزها التام عن تلبية مطالبنا وغض النظر عن تصحيح رواتبنا التي باتت لا تؤمن 5% من حاجاتنا الضرورية. صح يا وزير، صح يا وزير، حتى الأستاذ ما بيطير. صح يا وزير، حق الطالب ما بيطير.
إذا مشاهدينا الكرام، يعني كما شاهدنا هنالك تصعيد واضح من قبل الأساتذة في الخطاب وحتى في أولادنا أساتذة وطلاب، نود نشير إلى هذا التحرك، يعني كان على ما يبدو بأنه بأن حضور مشترك ما بين الأساتذة والطلاب. إذا هذا كان كل شيء مشاهدينا الكرام من هنا من أمام الدائرة التربوية في طرابلس. كان معكم أستاذ فران، إلى اللقاء.